احتضن مركز الترفيه العلمي بهذه المناسبة ما يوم الشهيد، حيث كان برنامج متنوع بمسرحيات صغيرة حول الثورة، أناشيد وطنية، وإن شاء الله نكون بلغنا ولو قليلا من رسالة نذكر بها شباب الجيل هذا على أنه هناك من ضحى من أجلهم. دينا اليوم مسرحية الشهداء ومسرحية الأمانة، وذلك بذكرى تاريخ شهدائنا الأبرار، ونقول لهم ربي يرحمهم. وإن شاء الله تاني درناها للتوعية للجيل الصاعد، ونتمنى تكون نالت إعجابكم. فالتحية الجزائر ومازالها في قلوبنا ديما هي سيال الدم لا سال شهيدا، وصرخة الثوار في السجن كالعبيد، وما الشهيد إلا حيا في قلوبنا. أوجه تحية إلى كل من ساهم في هذه المبادرة، على رأسهم رئيسة جمعية الياكوت الأزرق التكافية طاطا لطيفة، أوجه لها كل الحب والتقدير، وكذلك رئيسة فرقة الإنشاد شاهيناز، كذلك أوجه لها كل تحية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحية الجزائر. وكان نحن انتقلنا بالزمن للزمن الشهيد، عشنا روح الشهيد اليوم بعدنا، وعشنا الروح الوطنية، وعودنا حين حبنا للبلاد والتجمع ديالنا اليوم يفيد الجيل اللي جاي ان شاء الله، وتبقى الاستمراريه والمجد والخلود للشهداء والابرار ان شاء الله. يوم الشهيد هو يوم التي ضحت به النفس والنفيس، هو يوم الذي ضحى به المجاهد من اجل حريه، من اجل نيل حريه واستقلال هذه البلاد. قمت بدور ممثل الشهيد مصطفى. صناديق